أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مستجدات الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية، حيث أصيب محتج برصاص عقب محاولة قوات الأمن فض التظاهرات المستمرة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. هذا وأقرت عدد من المدارس الأساسية والثانوية في هذه المدينة التي تعد مركز المحافظة تعليق العملية التعليمية بسبب الاحتجاجات المتصاعدة. وفي العاصمة المؤقتة شهدت مديرية صيرة احتجاجات ليلية غاضبة تنديدا بتردي الحياة المعيشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. من جهته هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بالذهاب إلى إجراءات منفردة في مدينة عدن في إشارة إلى العودة للإدارة الذاتية في ظل تصاعد الاحتجاجات المنددة بتردي الوضع المعيشي. المجلس حمل في اجتماع عقده برئاسة عيدروس الزبيدي في عدن حمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية وتدهور العملة المحلية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: تنامي الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية ومن يتحمل المسؤولية، وهل ينجح الانتقالي في تحميل الشرعية نتائج سيطرته على المحافظات الجنوبية، وما الذي بيد الشرعية؟ نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. قليان شعبي يشل الحركة في بعض المدن الجنوبية، إذ تأتي هذه الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية. فبينما تشهد المكلا وعدن والحوطة وعتق مظاهرات مستمرة، يواصل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا السيطرة على بعض المدن ويحرض على التي لم تقع تحت سيطرته. لا تختلف المطالب عن بعضها، فكلها تندد بوقف انهيار العملة المحلية وصرف المرتبات، بالإضافة إلى فرض رقابة على تجار السلع والمواد الغذائية، وقبل ذلك كله توفير خدمة التيار الكهربائي. في المكلا شهود عيان تحدثوا عن قيام قوات الأمن بتفريق المحتجين بالرصاص الحي، مما أسفر عن إصابة متظاهر. أما في عدن تتضارب الأنباء عن إصابات وسط المحتجين برصاص قوات تابعة للمجلس الانتقالي، التي أقدمت على قطع الطرق المؤدية إلى كريتر والقلوعة. لا أفق لحلحلة الأوضاع في المدن الجنوبية، إذ يستمر تبادل الاتهامات بين الحكومة الشرعية والانتقالي الذي يلقي بالمسؤولية على الحكومة، بينما خاض ضدها معركة عسكرية في أغسطس العام الماضي وطردها من العاصمة عدن. تصاعد موجة الغضب الشعبي يوما بعد آخر، خصوصا تلك التي بدأت بالمطالبة برحيل الانتقالي، تكشف عن تعقيد المشهد في العاصمة المؤقتة عدن والمدن التي يسيطر عليها الانتقال المدعوم إماراتيا بقوات السلاح، بينما تغيب عنها أبسط الخدمات. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، كما أرحب بضيوفي رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بالأزرق، وأيضا معنا من العاصمة المؤقتة الكاتب الصحفي صلاح السقلدي، وأيضا الناشطة الحقوقية هدى الصراري. مرحبا بكم جميعا ضيوفي، وأبدأ معك سيد فتحي. انتقال الاحتجاجات وتوسعها داخل مدينة عدن على ماذا يدل، وبالتالي من المسؤول عن هذا الوضع الذي وصلت إليه المحافظة؟ مساء الخير. الاحتجاجات ليست في عدن، هي تشتعل أيضا في وادي حضرموت وفي أيضا ساحل حضرموت، والمعاناة واحدة في مأرب وفي تعز وفي عدن وفي كافة المحافظات. بالتالي لا يعقل أن ننظر إلى ما يحدث في عدن وأن نغض الطرف عن ما يحدث في محافظات أخرى. هناك مشكلة في المحافظات المحررة هي نتاج 6 سنوات من إخفاق التحالف والشرعية والانتقالي والأطراف، وللأسف الشديد كل هذه الصراعات التي حدثت خلال 6 سنوات تتحملها 3 الأطراف، وهي 3 الأطراف التي أوصلت الناس إلى هذه اللحظة. هناك مشكلة وهناك تأثر وهناك فشل وهناك إخفاق كبير، وصل الحال بالناس للخروج إلى الشارع. وكان يفترض أن الناس تحرق قبل 4 سنوات، ربما قبل 5 سنوات، وربما قبل لحظة انتهاء الحرب في المحافظات المحررة، لكن الناس تحملت على أمل أن يصلح الوضع، أن تتغير الأوضاع، أن يكون هناك فعلا نية جادة لإصلاح الأوضاع. لكن للأسف الشديد وصل الصرف اليوم إلى أكثر من 1120 ريال، وربما يفوق خلال الساعات القادمة مبلغ أكبر من ذلك. الناس تحملت ما لا يمكن تحمله، ووصل
وصل التحمل إلى أقصاه وبالتالي خرجت الناس والناس لم تخرج. لكي نكون صادقين وواضحين، لم تخرج ضد الانتقالي وحيدا، هي خرجت ضد كافة الأطراف، وهي ليست مع الشرعية وليست ضد الانتقالي وليست مع التحالف وليست ضد أي طرف من الأطراف. هي تبحث عن حياة حرة عادلة وكريمة، وتبحث عن عما تأكلها عما تشربها عما يمكن لها أن يقيم حياتها. هذه الاحتجاجات عادلة ومنطقية، ومن الحق ويجب علينا في وسائل الإعلام ألا نسيس هذه الاحتجاجات وألا نوجه اتهام الاتهام لطرف من الأطراف. هناك فشل تتحمل كافة الأطراف، وعلى هذه الأطراف أن تقر أولا بالفشل، وعلى التحالف أن يحل كل المشاكل الحاصلة في محافظة المحرر، لأنه المسؤول الأول والأكبر. وهذه الأطراف للأسف الشديد الحاصلة الموجودة على الأرض هي مجرد أطراف تابعة للتحالف العربي، وبالتالي المسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتق التحالف. نعم، بالتالي يعني هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات ليست وليدة اللحظة، ليست اليوم، لكن الشرعية لم تبدي أي رد فعل حيال ما يحدث في هذه المحافظات كما ذكرت، كيف يمكن تفسير موقفها؟ الشرعية في الأخير هي جزء من هذه المنظومة، وكل الأطراف مثل ما أسلفت تتحمل. نحن أمام مشهد كارثي، الناس إذا استمر على ما هو عليه الوضع ربما يأكلون بعضهم البعض. الناس وصلت إلى وضع لا يمكن تحمله، وبالتالي لا يمكن تحميل طرف وإعطاء طرف آخر. هناك مشكلة تتحملها كافة الأطراف الثلاثة، وهي من أوصلت الناس إلى ما وصلت إليه. نحن بحاجة أن ندعم هذه الاحتجاجات ونؤكد على حق الناس في الخروج في كل المحافظات المحررة وليس في عدد وحدها، ومن حق الناس أن تطالب سلميا دون ما تحطيم دون ما تكسير بحقها في الحياة، وعلى العالم أن يعي أو أن يعرف وأن يدرك ما يحصل في هذه المحافظات المحررة. شديد، هناك حالة من التعتيم الإعلامي على ما يحدث. أنتقل إليك سيد صلاح. اليوم عيدروس الزبيدي يهدد باتخاذ إجراءات أحادية، ما هي هذه الإجراءات من وجهة نظرك؟ ربما هو كان يلوح إلى إعادة تفعيل قرار الإدارة الذاتية الذي تم التخلي عنه بموجب اتفاق الرياض الأخير. فهذا الأوضاع لا يمكن لأحد أن يتصور إلى أين ستذهب، فكل الأوضاع تشير إلى أن الوضع متفجر بكل المناطق وليس فقط في المناطق التي يتواجد فيها المجلس الانتقالي. والمجلس الانتقالي يشعر هكذا بأن الشرعية هي تفتعل هذه الأزمات، تفتعل حرب الخدمات، تفتعل حرب الأسعار، تغرق السوق بالتريليونات من الأموال على أمل أن يثور هذا الناس ضد المجلس الانتقالي، باعتبارها هي موجودة هناك بعيدا في عواصم الخليج ولن يطال لا أي شرر من شرر النيران. لكن يبدو أن اليوم قد حصل هناك تغيير جذري في على الأرض، فهذه الاحتجاجات اليوم طالت عمق محافظة حضرموت، طالت الوادي، طالت ربما توصل إلى مناطق الصحراء في أقصى شمال محافظة حضرموت، هذه المحافظة الغنية الثرية التي تدور أبنائها جوان ويحترقون من لهيب في الحر. فوصول الاحتجاجات إلى داخل حضرموت الوادي يعني، فمعناته ان في عقر ومعقل هذه الشرعيه التي كانت تصور الاوضاع على انها محصوره فقط في مناطق المجلس الانتقالي، وان المجلس الانتقالي هو من يعذب الناس ومن فشل في اداره هذه المناطق. الاوضاع فعلا مشتعله في كل المناطق واتفق مع الاخ، لكن سيد صلاح هذا الوضع ليس يعني اليس نتاج عن ما قام به الانتقالي من طرد للحكومه الشرعيه وعدم القبول بالتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض؟ لو افترضنا جدلا ان المجلس الانتقالي طرد هذه الحكومه، مع ان هذا ليس صحيحا وهو يطالب بعوده هذه الحكومه، فهو جزء من هذه الحكومه اصلا، فان كان طرد الحكومه فهي ربما في التشكيلات السابقه، اما بالاخير الحكومه الاخيره فهو جزء منها لم يطردها على الاطلاق، فهي التي هربت وهي التي تتمنى اليوم العوده الى 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 عدن. فلو افترضنا ايضا جدلا ايضا
بأن مجلس انتقالي هو السبب، فلماذا اشتعلت الأمور ولماذا هذه المعاناة وهذا البؤس وهذا الحرمان؟ بالحديث عن تهديدات عيدروس الزبيدي بإعلان أو العودة إلى الإدارة الذاتية سيد صلاح، هل الانتقالي فعلا قادر على تحمل أعباء هذه المأساة وهذه المعضلة، هذه المرحلة دون الحاجة إلى الشرعية؟ لا يمكن أن يتحملها، فالعبء كبير جدا، ولا ربما شيء من عدمه، فبقى مكتوب في الأيدي بهذا الشكل وفي هذا الوضع الذي وصل فيه الناس إلى مبلغ مؤلم للغاية. أنا اليوم كنت موجود في منطقة كريتر وفي بحر مكسر وفي الشيوخ، حالة الناس بائسة، حالة الناس في ضنك. تخيلي أن أصبح المواطن اليوم لا يستطيع حتى أن يشتري 5 حبات بيضة على بعضها البعض. نعم، وصلت المجاعة إلى ضربت أسر كريمة، أسر عزيزة، يعني أسر لا يمكن أبدا أن كانت تصور يوصل إلى هذا الحال. الوضع هو يعيش بكل الأماكن بكل المحافظات، ولا يمكن حصره في محافظة الانتقالي ولا. فالذي يجب أن يتحمل هذه المسؤولية هم الجميع صحيح، ولكن هناك نسب متفاوتة، فالتحالف هذا هو المفروض الذي يجب أن تلقى عليها المسؤولية لعدة أسباب. لو أخذنا جزء صغيرة فإنه يستطيع أن يمارس كثير من الضغوط على هذه الشرعية ويفترض عليها أن تعود إلى عدن ويكبح من حالة التبذير الذي نراه اليوم، لكان الحال أهون مما هو، لكنه يبدو لي هكذا. وأنا أكرر هذا المرة، يبدو أن التحالف يريد الوضع هكذا يمشي، ويريد الجميع أن يتناحروا فيما بينهم وبين حتى يتسنى له السيطرة على الكل وليس فقط على الجنوب، السيطرة على الشمال والجنوب وليس فقط على الانتقال ولا حتى على الإصلاح، يريد أن يهيمن على الجميع ويظل الوضع بهذا البؤس بهذا القتامة حتى يوهم الجميع بأنه لولا هو تناحر الجميع، مع انه هو سبب هذه المأساة، فضلا عن ان هناك شرعية فاشلة باعترافها بنفسها. مجلس انتقالي لم يتردد ولم يتخذ حتى الان قرارات حاسمة، قرارات مصيرية، قرارات تصب كل التركيز على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي بعيدا عن الجانب السياسي، وان كان هذا الاخير له أهمية عند المجلس الانتقالي على الاقل التقرير. تفضلي. أترك المجال لضيفتنا السيدة هدى الصراري للحديث. سيدة هدى، كيف يمكن النظر إلى هذه الاحتجاجات وبماذا تنبئ مستقبلا؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. بداية أتمنى قبل الإجابة على سؤالي، أتمنى عدم تسييس هذه المطالبات. المطالبات هذه مطالبات حق وعادلة نتيجة ما توصل له الحال من تضييق في سبل العيش للمواطن ونقص شديد من الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي. نصف الشعب الآن بلا رواتب، ومن حقه أن يخرج ويطالب بحقوقه، وهذه مطالب عادلة. ما يدل على خروج الناس اليوم للمطالبة بحقوقهم الأساسية هو فشل ذريع للأطراف الثلاثة المتمثلة بالحكومة الشرعية والانتقالي، بما أنه سلطة تواقع في المناطق في عدن وبعض المناطق وبعض المحافظات الجنوبية، وكذلك أيضا محمل المسؤولية التحالف الذي يرى التطاحن ما بين الشرعية والانتقالي ويظل متفرج. اليوم لا يستطيع الانتقالي تحميل المسؤولية للشرعية وحدها، ولا تستطيع الشرعية أيضا تحميل الانتقالي المسؤولية، كلاهما شريكان أساسيان بناء على اتفاقية الرياض، وبالتالي هما يتحملان المسؤولية بشكل أساسي. وكذلك أيضا ينبغي على التحالف أن يكون له الكلمة الفصل في رأب الصدع ما بين الحكومة وما بين الانتقالي. اليوم قيادات الانتقالي سياسيا تصرح بأنها ليست ضد عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، وتطالب من خلال أجهزتها وإعلامها بعودة الحكومة الشرعية، ولكن عسكريا الأحزمة الأمنية والتشكيلات الأمنية لا تسمح بعودة الحكومة الشرعية، وبطريقة أو بأخرى تندلع هناك اشتباكات عسكرية، وبالتالي يتمخض عنها هروب الحكومة الشرعية، وبالتالي ينبغي أن يكون التحالف كضامن أساسي للعمل وفق اتفاقية الرياض، وكذلك أيضا عودة الحكومة الشرعية وعمل الانتقالي ضمن هذه الحكومة بناء على اتفاقية الرياض.
إذن سيدة هدى، هي مطالب حقوقية، بالتالي كيف يمكن فهم تعامل السلطات المحلية مع هذه الاحتجاجات بالعنف، وحتى أنه راح أو أصيب خلال هذه الاحتجاجات مواطن؟ للأسف عادة ما تقوم سلطات الأمر الواقع في عدن أتكلم، أو حتى في حضرموت وكذلك شبوة وفي تعز، أغلب المحافظات المحررة تندلع اليوم بها مظاهرات. هذه المظاهرات تطالب بحياة عادلة، برواتب، بالوضع الاقتصادي، تندد بالوضع الاقتصادي المتدهور. ينبغي على السلطات في المحافظات أن يعني تتقبل مثل هذه الانتقادات وتتقبل مثل هذه الخروج الجمعي للمواطن، وعدم قمع المواطن في قول حقه، لأنه بطريقة أو بأخرى وبكل الأحوال المواطن يعاني، وما هذا إلا انفجار. وكذلك أيضا من حقه أن يطالب. اليوم المواطن يعني يعاني من ارتفاع سعر العملة مقابل الريال اليمني، ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، انقطاع الرواتب لقطاع الأمن والجيش. إلى اليوم أكثر من 8 أشهر لم يتلقى هذا القطاع أي رواتب، ما عدا شهر واحد ومدة الانقطاع 8 أشهر. فمن حق المواطن أن يخرج ويطالب. إذا لم يطالب الحكومة الشرعية ويطالب الانتقالي بما أنهما شريكان أساسيين، فمن يطالب؟ وكذلك ينبغي على التحالف تمكين الدولة من مواردها. هناك بعض الموارد التي يسيطر عليها التحالف ولا يمكن الدولة من إدارتها، وبالتالي هذا يمثل أو يعني نقص شديد في الموارد، وكذلك أيضا في ضخ العملة للبنك المركزي. كذلك أيضا الضغط على الحكومة للعودة إلى العمل، والعمل أيضا مع الانتقال على تلبية مطالب المواطن وتوفير الخدمات وتوفير الرواتب كحق أساسي من واجب الحكومة الشرعية تلبيتها. ولهذا أصلا وجدت. سيد فتحي، هل لهذه الاحتجاجات سقف معين؟ إلى أي مدى ستصل؟ وبالتالي ما هي النقطة التي ستقف عندها الحكومة الشرعية وتلتفت لمطالب الناس؟ لم تتوقف حتى وإن أخمدت بالقوة أو تراجعت خلال الأيام القادمة، لأن السبب الرئيسي موجود: انهيار العملة، تردي الخدمات، توقف صرف المرتبات، أمور أخرى كثيرة أخرجت الناس إلى الشارع. إذا حلت هذه المسائل الأساسية سيعود الناس إلى بيوتهم. في الأخير الناس لا يحتجون من فراغ، وليسوا مسيرين من أي طرف سياسي، وليسوا ممولين. هناك معاناة، هناك مشاكل مجتمعية، هناك فقر، وهناك وضع اقتصادي سيء في كل المحافظات المحررة. هذه المشكلة قائمة. الناس ستظل تطالب وتصرخ وتتظاهر. لدينا مشكلة يجب أن نحلها التحالف، أن تحلها الحكومة الشرعية، وأن نساهم المجلس الانتقالي في حلها. هذه الأطراف الثلاثة يجب أن تفهم أن الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس وصل إلى مرحلة لا تحتمل، وبالتالي الناس خرجوا، والناس لم يخرجوا من فراغ، والناس تحملوا فوق ما يمكن تحمله. الوضع الاقتصادي الحاصل في هذه المحافظات المحلية غير موجود في أي منطقة في العالم. ولو وصل أو حدث هذا التردد الاقتصادي في أي منطقة في العالم لخرجت الناس وعاملت أكثر مما يعمله الناس حاليا في هذه المحافظات. نحن بحاجة أن تحل المشكلة، أن يتم دعم الاقتصاد الوطني، أن يتم صرف المرتبات، أن تتوحد الدولة، أن يتم تطبيق اتفاق الرياض، أن تكون هناك حكومة فاعلة على الأرض. كل هذه الأشياء يجب أن تحدث، وإذا لم تحدث للأسف الشديد سنظل ندور في نفس المشكلة. قد نشهد خلال الأيام المقبلة سيد فتحي برأيك يعني تقارب ما بين الطرفين الشرعية والانتقالي، رضوخا لهذه المطالب ورضوخا لهذا الضغط الشعبي؟ هو يفترض كان أن الأطراف السياسية أن تذهب صوب تسوية سياسية وأن تحل المشكلة من البداية، وكان يفترض على التحالف أن يركز منذ اللحظة الأولى لتحرير عدن، لدعم الدولة ودعم حضور مؤسسات الدولة وإيجاد حكومة قوية تستطيع أن تضبط الموارد وتؤدي خدماتها. لكن للأسف الشديد الصراعات السياسية والاختلاف الحاصل بين قوى التحالف وكل المشاكل التي حصلت منذ العام 2015 حتى اليوم هي من أوصلتنا إلى هذه النقطة، التي للأسف الشديد يدفع الناس ثمنها بشكل كبير. كل ما يحدث اليوم هو نتاج 6 سنوات من الفشل، وللأسف الشديد أقولها بكل مصرعة، كانت السنوات الماضية فشل وراء فشل، وهناك حالة من التقاعس من قبل التحالف، من قبل الحكومة الشرعية، من قبل كل الأطراف، ووصلنا إلى نقطة اللاعودة للأسف الشديد.
أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بالأزرق، وأعود إليك سيد صلاح. إذن مع هذا الضغط الشعبي وهذه الاحتجاجات، هل يمكن القول أن الانتقالي سيرضخ لما يريده الناس في الشارع وبالتالي العودة إلى اتفاق الرياض وبعدها عودة الحكومة إلى داخل عدن وتقديم الخدمات ومحاولة تلافي مزيد من الانهيار في الوضع المعيشي؟ إذا كان تقصدي يرضخ للمطالب الشرعية فهذا الأمر فيه نظر، أما يرضخ لمطالب الشعب فهو ليس بيده أساسا، هو لا يوجد لم يمنع من وجود الخدمات، لم يمنع من قطع المرتبات، لم يغرق الأسواق بالعملات، فهذه المعاناة أصلا هي بيد الطرف الآخر، بالعكس على المجلس الانتقالي هو ضحية وهو يراد له بأن يصطدم مع الناس في عدن وفي عموم المناطق التي يسيطر عليها، فإذا كان أحد من يلام هي يتلام هذه الشرعية، أما الضغوطات التي تتحدث عنها وما هذه الضغوطات إذا مورست من التحالف فيما يخص بالعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض فربما يربح المجلس الانتقالي ويتنازل عن كثير من النقاط رغبة وإنقاذا لهذا الأوضاع البائسة التي نعيشها. سيد صلاح يعني في غرفة الإنعاش نعم هناك من يقول بأن من يسيطر على عدن هو الانتقالي وهو من يحكم سيطرته على كل مفاصل الدولة هناك، وبالتالي هو من يجب عليه الآن الرضوخ لمطالب الشارع، وأنت تتحدث أن هناك فرق ما بين مطالب الشرعية وما بين مطالب الشعب، وأيضا يعني لم الانتقالي هو من لديه مطالب وعليها يتم عرقلة جهود الحكومة في هذا الشأن. المحافظات التي تشتعل اليوم ليست موجودة في مناطق سيطرة الانتقالي حتى نقول بأنه هو سبب المعاناة، نتحدث عن عدن سيد صلاح. المدن اليمنية الأوضاع على الطرف من الحالة، فهل يعقل إذا افترضنا هل يعقل بأن المجلس الانتقالي يريد أن يفشي نفسه في عدم يحرم الناس من الخدمات ويستنتر المواطنين ضده ليثيروا ضده ويطردوه؟ هذا لا يمكن على الإطلاق، فالمشكلة عامة شاملة ولا يمكن على الإطلاق أن نخرج من هذا المأزق إلا بتسوية سياسية شاملة بإنهاء الحرب، بتوجه كل الأطراف وكل الفرقاء إلى طاولة حوار مستديرة لا تستثني أحد خصوصا الأطراف المعنية، أما التعويل على هذه المظاهرات فقط وعلى أن الجانب الاقتصادي سيتحسن هذا مستحيل، وإن حصلت معجزة وتوقف هذا التدهور عند حده إلا أن هذا لا يمكن على الإطلاق أن يحل المشكلة من جذورها، فالمشكلة كبيرة ومتشعبة والتحديات واسعة جدا، فإذا أردنا فعلا أن نخرج وأن نتلمس طريقنا نحو ومضى من آخر النفق فيفترض أن نركز على ما هي أولوياتنا. الأولوية هي أولا الوقف هذا الحرب بشكل شامل كامل، توجه جميع الأطراف إلى الاحتكام العقل وإلى طاولة الحوار السياسي بإشراف دولي، ولا أقول بإشراف خليجي لأن الدول الخليجية وبالذات السعودية أصبحت غير موثوق بها، غير هي أصبحت جزء من الأزمة، جزء من المعاناة، جزء من المشكلة، فهل يعقل أن السعودية بكل ما تمتلكه من هالات وهذا النفط وهذه الإمكانيات الهائلة التي بيدها عاجزة عن تمد عدن بكم بترول بكم بيزر حتى تخرج من هذا الظلام ومن هذا الحر القائد؟ مستحيل. السعودية تتحمل المسؤولية بدرجة أساسية، ثم يأتي التحالف إن كان هناك بقي شيء من التحالف، ومن بعدها تأتي هذا الشرعية والمجلس الانتقالي. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها ونحمل كل طرف الحجم الحقيقي للمسؤولية، أما أن يتم تعميم الأمور على الكل هروبا من لوم هذه الجهة أو حتى لا تغضب علينا السعودية أو الإمارات حتى لا يزعل مننا الحزب الإصلاح أو الانتقالي أو حزب المؤتمر الشريف، هذا حقيقة يتنافى مع أخلاقيات الناس فضلا عن قناعاتهم الوطنية. فالوضع الآن هو وضع للأسف أصبح وضع مأساوي. أشكرك جزيل المطرح السياسي الشكر الكاتب والصحفي صلاح السقا الذي، وأعتذر لمقاطعتك لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة. أعود إليك سيدة هدى، إذا تحميل جميع الأطراف مسؤوليات ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية، الآن المواطنين بعد هذه الاحتجاجات ما الذي بيدهم؟ للأسف يعني المواطن لا توجد بيده أي حيلة سوى رفع صوته والمطالبة بحقوقه، هذه المطالب لن تتوقف
وستتفجر المواجهات وربما قد تتطور ويخرج مزيدا من المواطنين من كل الفئات المطالبة بحقوقهم، ونحن مع المطالبة بحقوق المواطن وكذلك نضغط باتجاه تلبية كل المطالب المواطن لأنها طلبات أو مطالب حق وينبغي توفيرها من قبل الأطراف التي من المفترض وجدت لخدمة المواطن. كذلك أيضا أنا استغرب الاستخفاف بالمظاهرات أو بخروج الجماهير في مدينة عدن وتأييدها في بعض المحافظات الأخرى. المواطن سواء ولا يهمه من يحكمه، المواطن يهمه شيء واحد وهو توفير الخدمات، توفير الرواتب، الرفع من مستوى تدهور الاقتصاد، وأن يعيش المواطن في بكرامته وأن يحافظ على أمنه واستقراره داخل الموقع الجغرافي الذي يعيش فيه. لا يهم من يحكمه. اليوم نحن أمام أزمة حقيقية، الأزمة هذه سببها الحكومة الشرعية والانتقالي والتحالف، وينبغي عليهم اليوم القيام أو التحلي بمسؤوليتهم وتوفير كل المطالب الذي من أجلها خرج المواطن. أشكرك جزيل الشكر الناشطة الحقوقية هدى الصراري، كما أشكر ضيفي رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي باللزر، وأيضا كان معنا الكاتب الصحفي صلاح السقلدي. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.